رمضان. شوف احنا الاسعار حكينا فيها امام اللجنه كان توجيه واضح من دوله رئيس الوزراء باليه التعامل، لانه متوقعين في ارتفاع للاسعار بسبب ارتفاع كلف الشحن. فعندنا جمله من القرارات سيتم اتخاذها لتخفيف هذا الامر. جزء من هذا القرار اعتماد سقف لاسعار الحاويات سواء كانت 40 قدم أو 20 قدم، لأنه في ارتفاع عليها مبالغ جدا بما يحدث في باب المندب. هذا جزء من الأداة التخفيفية اللي ستعمل عليها الحكومة. الجزء الآخر خزننا في شركة الصوامع للقطاع الخاص بأسعار تشجيعية حتى نشجعهم على استيراد المواد وما يكون في ارتفاع على الأسعار. رح نتأثر بما يحدث في البحر الأحمر؟ أكيد إحنا الأردن في إحنا أكثر دولة رح نتأثر فيما يحدث، والأرقام تتحدث أسعار الحاويات 40 أو 20 قدم حسب من شهر ارتفعت إما 60 في جزء 100% في جزء 200%. فهذا الجزء اللي قاعدين نشتغل عليه بالتنسيق مع القطاع الخاص إنه يكون عندنا فيدر من الإمارات لصلالة ثم يأتي إلى العقبة حتى نخفف من الأحداث السلبية اللي صارت في باب المنطقة. حكوا نقطة مهمة النواب وأنت رديت عليها، ولكن بدنا إياها الإعلام، موضوع التلوث اللي حكوا عنه في موضوع القمح. أبدا ما في تلوث، إحنا يوميا عندنا كشف على الصوامع، الغذاء والدواء يقوم بالكشف، وهذا الخبز اللي احنا انا اللي باكله وانت اللي بتاكله وابني وابنك اللي بياكله، ابدا ما في اي اشكاليه بهذا الشيء لانه في تدقيق وفحص دوري عليه باستمرار. اشكرك.